شاهين وهو ينحدر من سلالة شاهين المعروفة هنا لدينا في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون. انطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا الرابع الذي خصص للإذاع أيضا الابكار المحليات الأصايل. وأترك الكلمة لعبد الله عاجل طارش ليواصل بصوته الجميل على هذا الشوط المميز. شكرا لك يا ابو عبد الله على هذا التواصل الرائع مع انطلاقة الاشواط الرئيسية، مع هذه الفرحة ايضا المميزة وانتصار سيدي سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى في الشوط السابق. قال يا مرحبا في حفلنا باسم راعيه، ترحيبة مليون مرة تعادي من شرف الحفلة، عسى الله يحييه، اليوم هذا مثل يوم العيادي، مخلده ذكراه والحي يحييه، يوم من الأيام ما هو بعادي، يوم يجينا من نعزه ونغليه، اللي بشوفتهم تحقق مرادي، رحبت براشد عسى الله يقويه، راشد اللي بعد ربي عليه استنادي، هلا بالمعلى كل ترحيب تنعنيه، يا مرحبا ترحيب عنبر وكادي، ترحيب تنصادقه للسناعيس نهديه، أهل المواقف والسيوف الحدادي، تهانينا لسيدي سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى والمضمر سالم بن خلفان بن شاوي القفلي في هذه الفرحة المميزة والكبيرة على أرضية هذا الميدان. الانطلاقة إذن كما ذكر زميلي سيف بن عمير الاشتبي لشوطنا الرابع في هذه اللحظات والمخصص للأبكار المحليات. أبدأ مع المركز الأول والصدارة والخاطرية في مقدمة الشوط لاسم الشيخ عبد الله بن أحمد المعلى، هذا الشعار اللي صال وجال في ميادين الدولة مع المركز الأول بفيصل عبد العزيز بن موسى بن عبد الله يتولى عملية التضمير، بينما المركز الثاني وتابع الخوارة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، عملية التضمير المعروفة مع انطلاقة هذا الشعار عند علي بن عبد الله الهادفي. يا سلام، المركز الثالث هملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما نقلتنا على المركز الرابع وتواجد وانطلاقه زريج لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان مع الجنتلمان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، والمركز الخامس الشاهنيه لهجن زعبيل مع راشد بن محمد بن مروشد الله اللي حاضر ايضا وضيف شرف الرحبه على ارضيه هذا الميدان المميز بشعاره المميز، وهجن زعبيل التي تحضر بالسلالات القويه والنادره. المركز السادس هذه لحظات اذكار لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن ضبيعه الاستبي يتولى عمليه التضمير، والمركز السابع الشاهينيه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن احمد بن شاهين المري، والمركز التاسع هناك الانطلاقه من شواهين لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان بن سيف الغويص المضمر. هذه نتيجتنا ايضا مشاهدينا الكرام، والمراكز الاولى المتقدمه والخاطريه اللي كاسره خواطرهم حتى هذه اللحظات مع المركز الاول والقياده، سلامي عليه وسلامي على هذا الرقص الرائع بالمقدمه بفيصل سمو الشيخ عبد الله بن احمد المعلى اللي يحضر متابعا هذه الانطلاقه ويحضر مترصدا لهذه الاندفاعات القويه. ما شاء الله تبارك الله، راعي خطيره اللي يتواجد مع الانطلاقات الخطيره، ولكن في هذا الشوط مع الخاطريه عبد العزيز بن عبد الله بن موسى بن علي في عملية التضمير. المركز الثاني زريد لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان مع الجنتلمان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، تألق بلمس في نقاط قوية وأيضا نقاط ثمينة كعادته، واليوم أيضا حضور قوي مع الشوط الأول والعوايد لأهلها. بينما المركز الثالث هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير مع الخطورة، ودير بالك يا الخطير
خطير، ركز أمورك، اثبت وجودك مع الانطلاقة الرائعة هناك والاندفاعه المميزة على المركز الثالث حتى هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع أشوف اللي وصلت في هذه اللحظات مع رابع المراكز شواهين للشيخ أحمد بن سعيد المكتوم وسيف بن خلفان بن سيف الغويس يتولى التضمير في هذه الاندفاعة. المركز الخامس، هنا أذكار بالذكريات الجميلة وبالذكريات الخالدة مع الشعار الكبير، شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن محمد بن ضبيع الكتبي في تضمير المركز السادس. المركز السادس، يلا يا أبو عبد الله، يلا يا أبو عبد الله، هل شعبية الهوادف يطالبونك، يطالبونك بنقطة الخوارة هناك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وعلي بن عبد الله بن علي الهادف الاجتبي يتولى التضمير لهذا الانطلاق الرائع مضمر منصورة. ولكن الخاطرية، الخاطرية اللي بدت في هذه اللحظات تنفرد انفراد كلي بالمركز الأول وصدارة الشوط، الخاطرية اللي انفردت بالمركز الأول لسمو الشيخ عبد الله بن أحمد المعلى راعي الإنجازات، راعي الإنجازات مع الإنجاز حتى هذه اللحظات لسمو الشيخ عبد الله بن أحمد المعلى مع عبد العزيز بن موسى بن عبد الله يتواجد في المتابعة ومترصد للانطلاقة. ولكن يا أبو فيصل، يا أبو فيصل دير بالك، دير بالك، دير بالك، الموقف صعب والوضع ما يطمن، الوضع ما يطمن، لأن الجماعة قادمين، لأن الجماعة واصلين. أشوف المركز الثاني وهذا والله اللي يخوف، هذا والله اللي يخوف، هذا اللي ما يخليك براحة بال إذا كان بالمركز الثاني مع انطلاقة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الذي يتابع حجن سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان واندفاعة زريد، واندفاعة زريد لمن ستكون الغلبة بهذه الانطلاقة القوية. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، ووصلت مثيرة، وصلت الخطيرة مع انطلاقة تملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والخطير أحمد بن سلطان بن رشيد اللي رفع راية التحدي مع إعلانه للأوامر في هذه اللحظات. المركز الرابع وتابع شواهين لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم وسيف بن خلفان بن سيف الغويس، يلا يا سيف، يلا يا سيف، اشردوا الجماعة، روحوا روحوا، عود معه بالصايغ بالمركز الأول والانطلاقة. سلام سويحان، سلام على هذا الانطلاق الرائع، بسم الله ما شاء الله، افق عصاها من عصاها لا تطير، ترشيحاتك يا بن عمير دائما مع هذا الشعار المميز والكبير، هذا الشعار اللي دائما يجتاح لجوانه، يجتاح لجواه والهاتريك في الانطلاقات ما تسد نقطة واحدة، دائما يكتسح لجواه ويخطف الأنظار مع الانطلاقات الرائعة. سلام سيدي، سلام سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مع الانطلاقات الرائعة، سلامي عليك يا سيدي وعلى هذه الانطلاقة الرائعة. سلام أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، السبق والناموس هي لك عوايد، هي لك عوايد، واللي يشكك فيك كذب كلامه. سلام على هذا الحضور، سلام بهزاع محيي التراث دائما بدولة الإمارات. تهاني والناموس لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والمضمر أحمد بن خلفان الصايغ المزروعي على هذا الفوز والانتصار بالمركز الأول. المركز الثاني هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، بينما المركز الثالث شواهي لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. المركز الرابع هناك سمو الشيخ عبد الله بن أحمد المعلى، والمركز الخامس، المركز الخامس سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والسادس كذلك. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، وسلام، سلام لبصايغ الذي يصوغ العبارات المميزة وأيضا صياغته للنواميس بصورة مميزة وبصورة جميلة مع هذه الانطلاقات الرائعة والسلالات الفريدة التي يقدمها على أرضية هذا الميدان. توقيتنا الزمني 9 دقائق 17 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تاي ونموس لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والمضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، اللي وصلت في المركز الثاني هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. أحمد سلطان بن رشيد يضمرها بتوقيت وقدرة 9 دقائق
27 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس الخطير بينما اللي وصلت في المركز المركز الثالث هناك اللي وصلت شواهيل اسمه الشيخ احمد بن سعيد المكتوم مع سيف بن خلفان بسيف الغويص بالتوقيت وقدره 9 دقائق 29 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة الرائعة وفي هذه الفرحة المسائية.